السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي بتول يحيى خلف، عمري 11 سنة. سوف أقرأ سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددنا وألقينا فيها رواسا وأنبتنا فيه من كل زوج بهيج. صدق الله العظيم.